كانت مالئة الفضاء وما كانت مالئة يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت مالئة عدد من يعني المنصات ديال الإعلام الرقمي إلى غير ذلك. واليوم ولينا كنتسائلوا، وكاين واحد ليفي كوليكتيف، واحد الوعي كوليكتيف اللي ولا بالمواضيع الأساسية بالأوراش الأساسية. وربما هذا غادي يسهل علينا المرحلة الأولى أنها تكون مرحلة ديال المعقول، مرحلة ديال البناء الحقيقي، السير على درب التنمية وفق طموحات ديال المغربيات والمغاربه، وبالاخص الشابات والشباب اللي اليوم عندهم رهانات كثيره. كان دائما كنتكلموا على ان الشباب المغربي عنده اليوم صعوبات، ستكون صعوبات اكثر ما بعد كورونا، لانه كاين هنالك ازمه اقتصاديه مازال ما عندناش حتى المعطيات يعني غير متوفره بشكل، ولكن بدايات المعطيات اللي عندنا الى حدود الساعه تشير الى ان المساله صعبه. اليوم خاصنا نفتحوا المجال ديال الابداع، المجال ديال يعني نفكروا في البدائل جديده من اجل خلق فرص الشغل، من اجل الاستثمار، تسريع الورش الرقمنه. دائما كنا كنتحدثوا على المغرب الرقمي، لو بلان ماروك نيميريك 2020 ايتترا، كانوا بزاف ديال لي بلان اللي كانوا كياخذوا واحد الوقت كثير في الانجاز. اليوم اكيد انا عندي يعني احساس او ربما حتى يقين شخصي ان ستتغير المقاربه، وسيتم تسريع الاشتغال في هذه الاوراش هذه الاولويه. من حسنات المرحلة أيضا هو أنه نلاحظ أن منسوب الثقة في المؤسسات، نستشعر يعني كممارسين وكفاعلين سياسيين أنه بدأ وأخذ في الارتفاع. اليوم الجميع يحترم المقاربة اللي اشتغلت عليها الدولة اليوم في تدبيرها لهذه الأزمة هذه بإمكانياتنا المحدودة كبلد، ولكن ورغم أنها عندها تداعيات، كان هنالك مغاربة عالقين. اليوم كان عندنا في لجنة الخارجية اجتماع مع وزير الخارجية، كان أكثر من 22 ألف مغربي ومغربي اللي اليوم واحلين في الخارج، كان هنالك تداعيات إلى غير ذلك. ولكن رغم هذا على المستوى الوطني اليوم عندنا واحد المقاربة اللي كانت مهمة جدا، وبفضل يعني توجيهات ملكية اللي مثلنا أننا نجتنبوا يعني الوقوع كارثة، واحد الوضع سيء وربما قد يغلبنا هذا الوباء. يعني احنا الحمد لله الى حدود الساعه نحن نحاصره، ونعود نفس الجمله اللي كان قالها وزير الصحه، احنا اليوم كنشتغلوا باش نحاصره باش ما يحاصرناش هويا. بغينا يعني نشكركم مجددا على اتاحه لي الفرصه اني نشارك معكم، وكنعتذر لان غادي نضطر اني نسحب لان عندي لايف مع احد القنوات الفضائيه بعد قليل. وكنشكركم مجددا، ودائما يعني بكل سرور نشارك معكم يعني في هذه اللقاءات التفاعليه، وتحياتي لجميع المشاركات والمشاركين. شكرا. شكرا جزيلا أستاذة ابتسام على تدخلاتك القيمة وعلى أجوبتك على الأسئلة. نشيد كذلك بعدك عن لغة الخشب، أجوبة كانت في الصميم. شكرا لك على مداخلتك، وفي لقاء لاحق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق في هذا اللقاء المقبل بعد لحظات. شكرا لك. ننتقل إلى الأسئلة الموجهة إلى السيد محمد مصباح. تفضل سيدي، سأمنحك 5 دقائق، سأكون كريمة كما كنت كريمة مع الأستاذ ابتسام. تفضل. أزيل الوضع الصامت لو سمحت. شكرا جزيلا مرة أخرى، فرصة سعيدة أن نتفاعل مع الزملاء والأصدقاء اللي طرحوا هذا النقاش. طبعا كان عندي سؤال واحد مباشر، ولكن بغيت نتفاعل مع الموضوع بشكل أوسع. أنا في نظري الشخصي يعني إذا بغينا نستفدو أو نرفعو درجة الاستفادة من هذه الأزمة الحالية، خصنا نشوفو شنو هما التحديات اللي كانوا عندنا وكيفاش ممكن أننا نتجاوزوهم. أنا تيبان لي كاين واحد العنصر أساسي اللي هو جوهر النقاش، اللي خصو في نظري واحد الاهتمام تم الإشارة إليه طبعا بشكل إباربيي ومنفصل هنا وهنا، ولكن التي تظهر لي جو النقاش خاصو يكون حول ان ما بعد كورونا يكون تعاقد سياسي جديد. شنو تنقصدوا بتعاقد سياسي جديد؟ هو طبيعه علاقه الدوله بالمواطن خاصها تبدل. عجبتني واحد الكلمه قالها وزير الداخليه في الاجتماع اللي كانوا داروه في البرلمان قبل اسابيع مما تم الاعلان على الاجراءات الخاصه بالحجر الصحي والمصادقه على
المرسومه الخاص بهذا الموضوع. قالك احنا كاملين في سفينه واحده والدوله محتاجه المواطنين كما المواطنين محتاجين للدوله. هذه العلاقه التعاونيه اللي تتكون فيها الدوله في خدمه المواطن ماشي العكس، انا تيبان لي هي اهم حاجه اللي خصها تصبح يعني العنصر الاساسي فيما بعد كورونا. يعني هذه الصوره اللي الان تبينوا يعني اللي ظاهره هي الغالبه ديال انها السلطه تحاول ما امكن انها تعاون مع المواطنين لتجاوز هذه الازمه. هذه مساله جديده علينا، انا تيدار لي خصنا يفو كابيتاليزي، خصنا نبنيو عليها ونستافدو منها. وهنا غادي لك سؤال اللي طرحو واحد حسين، حسين بخصوص الحق لولوج المعلومه، او لا هل زعما الدوله راه تعطينا معلومات؟ لا اعتقد هذه زعما بحال اللي راه تتكرر، الدوله راه من واجبها انها تواصل مع المواطنين، بمعنى انه راه ليس فضلي زعما ماشي زعما راه شي فضل انها تتفضل على المواطن، بالعكس انا تنعتقد ان تتواصل بالحد الادنى من التواصل، ويكفي انك تمشي للدول الاخرى اللي واخا دبرت الازمه بشكل ربما سيء ولكن حتى اللي دبرت بشكل جيد تتواصل مع المواطنين بشكل مستمر. ما نمشيوش حنا لاوروبا وغيرها اللي تقول لي دول ديمقراطيه والمؤسسات وغيرها اللي ولكن تونس، رئيس تونسي تكلم مع المواطن على الاقل 2 مرات في الاسبوع، رئيس الحكومه، التواصل مستمر من المسؤولين المنتخبين وحتى الغير منتخبين. الاساسي انا اللي تنتكلم عليه هو ان هذا التواصل ماشي غير يكون غير اعطاء المعلومات ولكن ايضا بناء الثقه، لانه كيفاش المواطن يثق في الدوله ويلتزم بالاجراءات الا ما كانش تيحس بانه الدوله راها تتخدمه وتتشرح ليه علاش. انا مثلا تبعت شي شويه داك الشيء ديال المانيا بشكل باخر، كيفاش انه واخا المستشاره الالمانيه كانوا تم انتقادها قبل من طرف بلدان مختلفه قبل كورونا، ولكن جاء هذيك الازمه تواصلت مع المواطنين، جاء رئيس الدوله حتى هو تواصل، وكاين واحد العمليه ديال التواصل المستمره اللي تتخلق هذاك لونغاجمون، المواطن تيحس بانه فعلا هو راه موجود. طبعا ما تنقولش ما كاينش تواصل، كاين تواصل، ولكن اللي بغيت نقول هو انه نمشيو للمستوى ديال التواصل الشفاف. يجي مسؤول تيسولوا المواطنين، الصحافه، بحال اللي تنشوفوا باش ترفع الثقه. المساله الاخرى اللي بغيت نشير لها وهي ايضا مرتبطه، يعني انه لما تنتكلموا على تعاقد سياسي جديد راه تيخصو يكون مرتبط بان الدوله تكون في خدمه المواطن وانها تواصل معاه بشفافيه، وايضا حتى في ترتيب الاولويات خصها تكون واضحه. المواطن خصو يكون هو الجوهر ديال السياسات العموميه، والشباب هو في الجوهر ديال هاد نقول واحد المساله، يمكن كمواطن انا مثلا ما كانش شي بلد الان عنده تهديد، يعني قبل هذا الشيء كانش مهدد من جاره نوويه اكثر من كوريا الجنوبيه. يعني باش يقول لي شي حد بانه كاين شي بلد يعني اللي جارو عنده قنبله نوويه وتهدو باستمرار، ولكن الانفاق ديال دوله بحال كوريا الجنوبيه ضعف على البحث العلمي مقارنه مع التسلح. يعني كوريا الجنوبيه حوالي 5% تتنفق على البحث العلمي، 4.8 و 2.6 على التسلح. اذا ما تقوليش انه لا راه الميزانيه الحاليه راه تنفقوا 30% خصنا 80%. احنا اللي تنفقوا على البحث العلمي بعدا خلي عليك التسيير والاجور اللي تتخلص بها الموظفين، البحث العلمي بيور ما كاينش حتى 0.07%، اقل من 1% من الجي دي بي الدخل.
شكرا جزيلا الأقل خاصة سي محمد. ما يوصلوش 3%. صوتك يتقطع قليلا. رمضان مبارك كريم. بارك الله فيك ورمضان كريم إن شاء الله للجميع. أتيح الكلمة الآن لسيدة رقية أشمال، تفضلي مشكورة للإجابة عن أسئلة خريجي صوت شباب متوسط. دائما أجدد تحية بالشباب وبالتفاعلات ديالهم وبالأصدقاء اللي كيتقاسموا معنا في إطار هذه اللجنة، ولك العزيزة توريا والعزيزة غيشلان على المتابعة ديال هذا الحوار. طبعا غير للتذكير هو أننا كلنا اليوم مازال ما غاديش نعرفوا نتائج الامتحان، نحن في لحظة اختبار، نحن في لحظة امتحان وصعب أننا نتوقع ما هي النتائج. نحن في لحظة اختبار حقيقية للمواطنة، لا من قبل المسؤولين ولا من قبل الشباب أيضا، بمعنى إحنا فقط سنعطيه توقعات. أنا فيما قبل عزيزة سوريا اعتقدت منهجيا أنك تمشي بسؤال سؤال، ولذلك كنت موجزة ما استطعت، ما مشيتش كثير من المحاور اللي كانت عندي. أنا قلت يعني التداعيات، ركزت في ما هو نفسي وما هو اجتماعي، وقلت بأنه ربما ستكون هناك إعادة تصحيح على مستوى العلائق، بمعنى أن يكون هناك نوع من تصحيح العلائق. جميل الشباب، وهذا يعني من سمات الشباب أنه خص يكون حذر، ولكن ما خصناش يكون عندنا الكوليسترول في الحذر، بمعنى أننا خصنا واحد شوية ديال التفاؤل من قول ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، تفاؤلوا خيرا تجدوه. نحن الآن لسنا في موقع يعني المؤسسات التي تشتغل فيها، بدءا من أصغر مدينة التي تشتغل فيها اللي هي الأسرة واللي هي الحي واللي هي المدرسة واللي هي المجتمع بكل هذه المستويات الكبرى. دعوني أقول هذا الشيء، ما غاديش نختلفوا معه طبعا، لأن الشباب اليوم هو قوة ديمغرافية، هذا على المستوى الأول. الشباب أيضا هو قوة متعددة المستوى، واش حنا كنستثمروا هذه المستويات أربعة، يعني هذه القوة الديمغرافية، القوة المتعلمة، القوة المرقمنة، وقوة ديال التشبيك. بمعنى أن اليوم ما كناش كنتكلموا فقط على شباب مواطن مغربي، بل ولينا كنتكلموا على مواطنة عالمية. قدرتنا على استلهام التجارب ايضا جميله جديده في المصباح على مستوى التجارب، ولكن دعوني انني نقول يعني راه حنا كنطلعوا على بعض الدراسات ايضا، راه يعني المغرب ماشي دوله اجتماعيه او دوله الرفاه، بمعنى اننا كنعيشوا مستويات ديال التدرج. ما اليوم لا على مستوى الامكانات الدستوريه ولا على مستوى الامكانات الاقتصاديه ولا الاجتماعيه، المغرب اليوم ابانا على تفوق من ناحية استثمار الزمن، تنبؤ للمستقبل، واللي جنبنا كوارث بشرية. هذا يعني إن كانت من سياسات عمومية يعني موجهة لتدبير للأزمات، المغرب سبق بواحد جوج الأسابيع أو ثلاثة الأسابيع بمقاربة مع دول كتعيش في الجوار، دول أخرى أكثر عظمى وأكثر تطور، أنها استطاعت تجنبنا على الأقل في هذه الأسبوعين اللي مروا ثلاثة الأسابيع كوارث إنسانية. هنا شنو اللي مطلوب منا؟ غادي نحاول نتفاعل مع المامون ومع ابراهيم وطه ونجلاء ويوسف ثم خديجه، اللي قالوا بان المساله ديال يعني واش كاين تصالح الشباب مع الدوله. قلت يعني الان يعني لحظه اختبار، اليوم كنشوفوا كيفاش الشباب يعني ما يعني لاحظوا معايا غير في هذا البلاتفورم كيفاش الشباب تيقول لك بانه اين هي الثقه، وشباب تيقول لك انا ثق في المؤسسات. هذا البلاتفورم باختلافها راه كتعكس شنو كاين في المجتمع. بعض المبادرات اللي تفاعلات مع السلطات في اطار توزيع المعونات، بعض المبادرات المدنيه اللي ما احتاجتش السلطات، هي قامت بمبادرات مدنيه اللي توجهت فيها بشكل فرداني، بمعنى انه يعني كاين هنالك انخراط قوي في المبادرات سواء اللي كتقوم بها السلطات او اللي خداتها بشكل تلقائي. حنا فقط كنقراو، يعني ما عندناش الحق اننا نحكموا ولا اننا نكونوا كنمثلوا 40 مليون من المغاربه، حنا فقط كنعبروا على وجهات نظرنا حنا كاشخاص. هذا هو اللي خصنا نكونوا فيه، يعني في خانه المتواضعين، نحن لا نعبر الا عن ارائنا. صعب اننا نعبروا على 40 مليون مغربي، ولكن كنعبروا وفق يعني وفق مواقع التواصل اللي كنعيشوها، كنشوفوا من خلالها المبادرات اللي راها كتبدا.
هذه القضية ديال يعني ما أشار إليه إبراهيم ونجلاء لأن ما قادت به الدولة واجب، أكيد واجب من مسؤولياتها من الالتزامات ديال الدولة الدستورية أيضا، ولكن أيضا يعني المواطنين قاموا أيضا في إطار واجب المواطنة بالانخراط، وهذا هو الجيد، هو أننا اليوم ما بقيناش كنسينو واش الدولة دير ولا ماشي دير، بمعنى أننا ولينا كنحسوا براسنا كلنا في سفينة واحدة، واللي كيعرف شي مبادرة إما كنديروها بشكل مبادرات خاصة فردية أو لا كنديروها بمبادرات جماعية، وهذا هو الدرس. لعل من أهم الدروس اللي عطاتنا أزمة كورونا هو هذا الإقبال على المبادرة، وحتى واحد ما غادي يمكن يخالفني يقول بأن يعني غنعطيكم غير مؤشر فقط على مستوى ديال المصالحة مع المؤسسات الرسمية، لا شك كل ما كانش عندنا علاقة بالإعلام الرسمي اليوم واحد العدد أغلبية من المغاربة يصطفون الثالثة على أنهم يسمعوا الأرقام على مستوى اللي كتجيبها وزارة الصحة اللي كتمثلها يعني كتمثل القطاع الحكومي. أنا فقط سنقرأ معكم المؤشرات، وإن أنني بنفسي يعني عندي واحد مؤخذات على مستوى الممارسة، على مستوى انتهاك مجموعة من الحقوق، انتهاك مجموعة من القوانين، مش مجموعة من النصوص الدستورية، ولكن في تقديري ليس زمنها الآن. زمننا اليوم هو أننا يعني نوسع مساحات الضوء، شنو هي الأشياء اللي راها جيدة واللي يمكن أننا ننبه الدولة أننا تقوم بها. هذه القضية ديال المكاشفة، قضية ديال الأرقام اللي قلت بأنها يعني كنتبعوا لحظتين، أنا فقط على مستوى المؤشرات كنتبعوا 10 ليلا وكنتبعوا 6 مساء، بمعنى هذه مؤشرات اللي كتبان بأن المغاربة فقد منهم الشباب اللي شحال هذه ما كناش متفاحين مع التلفزيون المغربي على الأقل هذه اللحظة، ولات كتعطينا نوع من التصالح مع الإعلام بشكل عام. واش الدولة غادي يعني أنا كنعتبر هذه اللحظة بحال واحد اللحظة كنا كيلعبوا فيها المغاربة الماتش وكنهزوا فيها الدرابو المغربي وكنا كنغوتوا المغرب. هذيك اللحظة كتكون لحظة حماسية وعاطفية لحظية. نفس الشيء بالنسبة للأزمة، متأكدين أنها ستمر، نتمنوا هذه اللحظة العاطفية الدولة تنتبه إلى الاستثمار في هذه اللحظة العاطفية وفي معانقة المغاربة يعني لهذه المؤسسات ديالهم والبلد ديالهم. هذا ما أتمناه، أنا ماشي تندفع للدولة، ولكن تقول هذه المباراة اللي كتكون تتوقع واللي كنكونوا كلنا مأخوذين بلحظات عاطفية ديال يعني الراية المغربية والمغرب خصو يربح، أعتقد أنها كتمر على مر 40 دقيقة اليوم ممتدة على مستوى شهرين. تنتمنى والمسؤولين وهذه المناشدة أيضا أناشد بها المسؤولين وأصحاب القرار العمومي والترابي ماشي غير فقط العموم على مستوى الماكرو والميكرو أن هذه اللحظة ما تبقاش على مستوى شهرين. هذا معانقة المغاربة للمغرب وأنهم كيستشعروا بأنهم على نفس المسؤولية لأنهم غادين يقيسوا نفس الإطارات ويقيسوا نفس منتوج السياسات العمومية. كنتمنوا أنها تظل مستمرة على المستوى العام. يمكن نقول أنه في النهاية يعني باش ننهي الكلمة وما نكونش أنانية في المداخلة، سنحاول قلت يعني اليوم المبادرات كتعكس ثلاثة ديال المستويات. كتعكس المستوى الأول شباب مازال كيعيش الصدمة، كيعيش الانتظارية شنو ممكن أنه يوقع. كتعيش مستوى ثاني أن الشباب أخذ مبادرات تطوعية. كتعكس مستوى ثالث من الشباب اللي ولا كيتكيف، يمكن ما يكونش ذا مبادرات ولكن يتكيف مع الأزمة في فرصها لربما عن طريق التعلم عن بعد أو غير ذلك. ما نحتاجه اليوم وما جاء به الصديق محمد مصباح هي حاجتنا اليوم، وهذه دعوة إلى الشباب أنهم يبلوروا أولوياتهم من أجل تعاقد اجتماعي جديد بين المواطنين وبين الدولة في كل مؤسساتها. هذه إذا إن كانت من أولويات وإن كانت من مطالب، هو أن اليوم هذا المشروع للنموذج التنموي اللي كيصوب واش نحتاجين فقط مشروع واحد، أم أن الأزمة كتبين لنا بأننا خاصنا مشاريع تنموية اللي كتعكس الجهوية وكتعكس التعدد ديال كل منطقة مجالية على الحدة. فحاجنا إلى مشاريع تنموية، حاجنا أيضا إلى تعاقد اجتماعي كمنهجية، وحاجتنا كنقطة ثالثة إلى مستوى تدبير الموارد اللي عندنا والاستثمار في الرأسمال البشري. اليوم أبانوا أبنا كمغاربة أن عندنا ما يسمى بالشتات الديسبورا،
اللي موزع. كنشوفوا كيف في مختبر في فرنسا كاين فيه مجموعه من الشباب كيفاش اليوم اننا يعني نستلموا التجارب الدوليه مثل الهند في الاستثمار في يعني في المهاجرين اللي يمكن نسميهم يعني هجره الادمغه، كيفاش يمكن تكون استدعائهم من اجل الاستثمار في الطاقات وايضا في الراسمال البشري اللي كيتواجد بالمغرب. معذره العزيزه كوريا على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا عزيزتي الغاليه رقيه على اجوبتك الشافيه والكافيه، كما احييك على شموخ تواضعك وعلى كل الاجوبه التي تلقيناها من قبلك. نرجو ان شاء الله ان تمر هذه السحابه او هذه الغيمه العابره باذن الله وترجع الامور الى نصابها، ولكن مع اعاده الثقه في المؤسسات ووضع اليد في اليد مع الشباب. احيل شكرا لك، احيل الكلمه الان للسيد عادل بن قاسم، تفضل مشكورا للاجابه عن اسئله المتدخلين، تفضل. تحية مجددة لكل أخوات والإخوان، تحية للشباب، تحية مجددة لمجلس الثقافي البريطاني. أنا مع عمري ما أتكلمش اللغة الخشب ولا أحبذ التعاطي مع هذه اللغة، وكنحاول دائما أن نكون شوية واقعي ومنطقي في تحليلي للأمور، خصوصا في ظل الأزمة. الأزمة راه ما معاش اللعب، بمعنى خصنا نوضعوا الأسبوع ديالنا على مكامن الأخطاء اللي كاين عندنا في هذه المرحله بغيه تصحيحها. الشباب اللي تفاعلوا مع المداخله ديالي اغلبيتهم اعتقد انكم ما سمعتوش مزيان المداخله ديالي. انا لم احمل الدوله المسؤوليه في تأطير الشباب بقدر ما حملت المجتمع المدني المسؤوليه في تأطير الشباب، لانه غادي نشوفوا الان واحد الانتقال. ملي كنهضروا على التعليم عن بعد، كنهضروا على التوعيه عن بعد، كنهضروا على التحسيس عن بعد، راه فيما قبل كانت عندنا صناعه التفاهه عن بعد، واللي حل محلها الان هذا التعليم عن بعد وهذا التوعيه وهذه المبادرات الشبابيه اللي اكيد ما يمكن لنا الا ان نتمنوها. انا قلت في معرضي مدخل سيدي عادل، يبدو أننا لا نسمعك بشكل جيد، لا نسمعك عذرا على المقاطعة، ولكن لم نسمع النقطة الأخيرة التي تحدثت عنها. شكرا لك. سيرادة بك تسمعني؟ نسمعك بشكل جيد. طيب نواصل؟ نواصل ولا نعاود؟ لا واصل. اذا قلت على انه نحن الان بصدد واحد الانتقال من مرحله صناعه التفاهه عن بعد، يعني القنوات ديال اليوتيوب اللي التي بطبيعه الحال ساهمت في تكريس واحد المجموعه ديال السلوكات اللي اعتقد انها كتدمر العقول ديال الشباب المغربي، انتقل الان في ظل هذه الازمه، لان الازمه راه تصنع الشعوب. انا لازلت مصرا على هذه الجمله، وهذه الازمه هي من ستجعل منا شعبا واعيا وراقيا ونفتخر بمغربيتنا. لانه نعطيكم واحد المثال بسيط جدا، هذه الازمه هذه خلتنا دابا الا بغيت نمشي نتسخر كنوقف على مسافه مترين متر ونصف من الانسان اللي قبل مني واللي من مورايا، بمعنى ان هذا السلوك هذا فقط كنا نحسد ونغبط اوروبا الى الامس القريب عليه. ها احنا الان دابا غادي نترباو في اطار هذا الحجر الصحي على نهج هذا السلوك ديال شد الصاف، وهذا المرض اللي ربما هو الوحيد اللي كرس لنا، واعتقد ان العداله الوبائيه انه لم يفرق بين مسؤول وبين مواطن. اذا هذه الازمه ديال وباء كورونا اكيد انها غادي تعطينا دروس، واكيد انها غادي تربينا، واكيد انها غادي تجعلنا في مصاف الشعوب الاخرى اللي ما يمكن لنا الا اننا نفتخروا باننا نوصلوا لهذاك درجه الوعي ديالهم ورفع المنسوب ديال الوعي ديالهم. اذا اكرر على انني حملت مسؤوليه للمجتمع المدني قرابه شهر منذ 20 مارس، انا كنقولها منذ 20 مارس اغلبيه ديال الجمعيات كلها توجهت الى تنظيم لقاءات تفاعليه حول الجائحه حول التداعيات ديالها، ولكن خصوصا الجمعيات الشبابيه واللي كتشتغل بشكل مباشر مع الشباب نسات انه راه كما الدوله وكما وزاره التربيه الوطنيه كيف فكرت في بديل ديال التعلم عن بعد لفائده التلاميذ، كما الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه، كما وزاره الاوقاف فكرت في الفئات المستفيده ديالها، يعني كان يجدر بهذه الجمعيات الشبابيه
واللي انا جزء منها اكيد راه انا كنحمل راسي المسؤوليه ان تفكر في خلق بدائل عبر وسائط رقميه للتواصل مع الشباب بغيه تاطيرهم عن بعد من اجل انهم ينهجوا واحد السياسه اللي هي صحيحه في مجال التوعيه والتحسيس ويتجنبوا الاتصال المباشر مع المواطنين سواء عبر توزيع الورود ولا توزيع الاوراق ولا المنشورات لان كل هذه الاشياء هذه تزيد من درجه التماس الاجتماعي والخطر في هذا المرض هذا بطبيعه الحال كما تعلمون جميعا هو انه كلما كثر درجه التماس الاجتماعي كلما زاد الخطوره ديال استفحال هذا المرض. الشباب اكيد انه واعي ولكن بكل صدق وبدون لغه خشب ما زلنا نلاحظ من خلال الصفحات الفيسبوكيه ومن خلال بعض اللايفات اللي كدار على مستوى الفيسبوك ان مازال الشباب ديالنا للاسف يلعبوا لعبه القط والفأري مع رجال السلطات المحليه ومع الامن الوطني. يعني هناك واحد الحاله بطبيعه الحال ديال بعض الشباب الذين يتمردون على هذه القرارات ديال الحجر الصحي واللي كيعتبروها انها غير منصفه لهم وانها ستكبح من حريتهم انهم ما فاهمينش وما واعيينش او ما بغاوش يوعوا بصريح العباره ان هناك مرض اسمه كورونا قد يفتك بحياتهم وبحياتنا جميعا وبالتالي مسؤوليتنا كذلك المجتمع المدني يجب ان نجتهد يجب ان نبتكر بدائل في زمن الكورونا. انا شخصيا اطلقت واحد الورش تقريبا منذ بدايه هذه الازمه وعلى مستوى الاقليم الخميسات اللي كنحاول ان نوصل من خلال وسائط رقميه لمجموعه الشباب اللي كاينين في الاحياء بعد كيفاش نعيش نتعايش كيفاش نتبريبارا نفسيا لهذه الازمه وما يتصابش بالاحباط. ضروري جدا انه احنا كمجتمع مدني نكرسوا ذاك الدور الاستراتيجي اللي عطاه لنا الدستور ماشي غير في زمن الرخاء وانما حتى في زمن الوباء. بماذا سيصنع الشباب الغد؟ شوف انا كنقول الشباب في ظل هذه الازمه هذه ان لم يستفيد من هذا الدرس وان لم يتعلم مجموعه من من من, من الدروس اللي غادي تخليه غدا شباب شاب واعي شاب قادر راه ما عمره ما غادي يتعلم. راه كلنا الان في ازمه، الدوله في ازمه والمواطنون ايضا هم في ازمه، وبالتالي راه كلنا خصنا نتكاتفوا الجهود. حتى ذاك الشاب ما بقاش يقول لك ودارت ما دارت لياش وما فعلت لياش، ما بقاش دابا وقت البكاء على الاطلال، الان هو وقت الجد، وقت العمل، وقت اشتغال الجماجم، وقت الابداع، وقت لانك تبين على الروح المواطنه ديالك، وقت ديال التطوع، الوقت ديال انك ما تدمرش وما تفشلش وما تصابوطاش وما تحبطش. بالتالي لا يجب ان ننظر الى الوراء، يجب ان ننظر الى الامام بغيه اول حاجه تجاوز هذه الازمه وكونوا على يقين ان الشباب اللي غادي يعيشوا هذه المرحله كما عاشوا جددنا زمن الطاعون، هؤلاء الشباب هم من سيصنعون ان شاء الله مغرب الغد، مغرب العهد الجديد، مغرب دولة المؤسسات، مغرب اللي كنحلموا به جميع كاملنا، المغرب ديال اقل حكومه ممكن انها تكون من حيث العدد ديالها، مغرب ديال الحكامه، مغرب ديال تدبير النفقات، لانه شعب او لانه شباب عفوا مر من ازمه علمته كيف يدير ازمات الغد. وشكرا لكل الشباب مره اخرى، نتمنى انني ما نكونش كنت طولت وانني نكون جاوبت على مجموعه ديال الاسئله. اختم مداخلتي بما قاله المرحوم المهدي بن بركه، نحن نبني الشباب والشباب يبني الوطن. دورنا كمجتمع مدني ان نبني الشباب من اجل ان يبني الشباب وطنه ومن اجل ان يساهم في مكافحه هذا الوباء. تحيه لكم مره اخرى. شكرا جزيلا سيدي عادل بن قاسم على هذه الاجوبه. أكيد نحن نطمح في مغرب نستشرفه بأمل وطموح إن شاء الله بعد هذه الأزمة، أزمة كورونا. أكيد إن شاء الله بتضافر الجهود كما قلت وإعادة الثقة في الشباب. شكرا لكم. أحيل الكلمة الآن لسيد ياسين إسبويا للإجابة على أسئلة خريجي صوت شباب متوسط. تفضل مشكورا سيدي ياسين. شكرا للجميع. فقط تفاعل، يعني ما كاينش اسئله مباشره، اعتقد سؤال او سؤالين اللي كانوا بشكل مباشر، لكن بغيت صراحه لان اختلف في وجهه نظر مع الطرح ديال سي عادل حول المسؤوليه ان المجتمع المدني كيتحمل المسؤوليه في التاطير ديال الشباب وماشي الدوله اللي كتحمل المسؤوليه. بالعكس
المجتمع المدني هو واحد الجزء بسيط اللي كيقوم بالتأطير وفق المجهود وفق الإمكانيات اللي كت الحكومة مسؤولة بشكل مباشر على التأطير ديال الشباب، الأحزاب السياسية مسؤولة بمسؤولية مباشرة على التأطير ديال الشباب لأن هذه مسؤوليتهم. المجتمع المدني صحيح يتحمل جزء من المسؤولية وفق الإمكانيات اللي عنده وفق القدرات البشرية واللي كيقدر يأطر بها هؤلاء الشباب. هذا جانب. فيما يتعلق بالتفاعل مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ميمكنش ما نعتبروش صراحة، ما نقولش واش أولوية ولا ماشي أولوية الآن، لكن أنا ما يهمني أكثر هو المبادرات الشبابية وكيفية التكتلات الشبابية في إطار التنظيمات الشبابية، الترافع على الأولويات، طرح أفكار، لأن المؤسسة الدستورية صحيح غادي تكون عندها واحد دور مهم، ولكن تبقى دور استشاري رسمي يمكن أن يأخذ به أو ممكن أن لا يأخذ بالرأي. لكن الشباب هذا ما يركش المجهود دياله كامل وينتظر فقط خصنا تجي المؤسسة الدستورية ديال المجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعي وعاد غادي نوضو نبادرو. لكن الحكومة خصنا نتعرفوا أمام الحكومة الآن ونعطيو مقترحات ديالنا للنموذج التنموي، اللجنة ديال النموذج التنموي وفق وجهة نظر ديال الشباب كيفاش كيشوفوها. المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية واللي كتشتغل مع الشباب خصها تفتح وتعطي آراء اللي تكون فيها رؤية مستقبلية، ما نكونوش الأفكار ديالنا والاقتراحات ديالنا تكون بشكل تقليدي أو نعتبر أن الأفكار ديالنا ما غاديش ياخذوا الناس بعين الاعتبار لأنها خارج الصندوق. بالعكس، الآن أعتقد أن مسؤولية الشباب ويفكر خارج الصندوق، لأن التفكير خارج الصندوق هو اللي غادي يقدر يعطينا نتائج إيجابية، هو اللي غادي يعزز القوة ديال المبادرة ديال الشباب وديال الإبداع ديالو وديال الابتكار. إذن أنا هذا صراحة الجانب اللي كتبه مهم، وكما قلت الانخراط ديالنا ربما نقطة كنت نتمنى يكون فيها تفاعل أكثر، أو لأن بحكم أنها الآن مفهوم لازال غامضا لدى الكثير من الشباب ولا لدى الكثير من هو التواصل الصناعي غابعة، لازال هذا المفهوم مازال ما وضحش عندنا أكثر، ولكن العالم أصبح يتحدث ويعني الكبير ربما الصين، وحنا كنتابعوا كيفاش الروبو كيفاش التكنولوجيا لعبت واحد الدور بشكل كبير في التغيير ديال الحياة العامة ديال الإنسان، لكننا الآن مازالين حابسين واحد التفكير للأسف تفكير تقليدي تعتمد على بعض التفاعلات اللي هي صغيرة وصغيرة بزاف. خصنا يكون عندنا طموحات، خصنا يكون عندنا أفكار للمستقبل. شكرا للمجلس الثقافي الباطني، شكرا للشباب اللي دار هاد المناظرات وهاد اللقاءات اللي كانوا ما يمكنهم اللي يستمروا ويبدعوا أكثر في هذا الجانب. شكرا للمؤسس أنالين لحوار الثقافات، وتحية لكم جميعا وأمسية سعيدة. شكرا جزيلا سيدي ياسين إسبويا على أجوبتك عن هذه الأسئلة والتدخلات. أريد أن أعرف إذا كانت ما زالت هناك بعض التدخلات من قبل خريجي صوت شباب المتوسط، طبعا في إطار التفاعل الجاد والنقاش الهادف مع اللجنة الوطنية الاستشارية لصوت شباب المتوسط. اقتراحاتكم وما تفضلتم به أكيد سيضم إلى توصيات ومقترحات من سبيلها تحقيق التغيير المنشود الذي نريده جميعا في المجتمع المغربي وما بعد كورونا، تداعياته والأولويات التي يجب أن نهتم بها الآن. أكيد هناك العديد من النقط التي أشرتم إليها مشكورين، هو أن هذه المبادرات التي يقودها الشباب طبعا حرصا منهم على يعني بيانا من حب الوطن أكيد والتداعيات النفسية، أعطانا علاقة بين الشباب والمسؤولين كما قال خريجو صوت شباب متوسط وأنتم كذلك أعضاء اللجنة الاستشارية، أنها فرصة تاريخية للتصالح مع الدولة، فهذا الأمر يعطينا إمكانية لإعادة ترتيب الأولويات، فالأولوية هي التعليم والصحة والأمن، ثم إعادة تجديد الثقة في الشباب
وقيام هذا هذه المجموعة من الشباب بمبادرات يجب أن تكون يعني مصحوبة بتعليمات وغير ذلك للخبراء أو المسؤولين أو غير ذلك، لأن السؤال الذي يطرح هو ما الذي فعل هؤلاء المنتقدون من أجل تقويض عمليات أو تثبيط عزائم هؤلاء الشباب. ثم أكدتم على أن ضرورة توسيع مساحة الضوء وإعادة الثقة بمواصلة هذه الجهود بعد كورونا، ثم الاستثمار في الرأسمال البشري، التواصل بشفافية بعيداً عن لغة الخشب أو غير ذلك. أريد أن أشكركم جميعاً على تواصلكم الإيجابي والفعال في هذه الجلسة الحوارية الرائعة صراحةً بفضل تدخلاتكم وإغناء النقاش، فشكراً لكم على كل مجهوداتكم وعلى كل تدخلاتكم. أرجو لكم رمضان كريم إن شاء الله باليمن والبركات وتجاوز هذه الأزمة وهذه الظرفية الحرجة. شكراً لكم جميعاً، أحيل الكلمة إلى السيدة غزلان من أجل أن تشكركم جميعاً، وإلى الملتقى إن شاء الله في جلسة حوارية مقبلة. شكرا توريا، شكرا على تسيير هذه الجلسه الرائعه الشيقه، شكرا لكم جميع الاعضاء وعضوات اللجنه الاستشاريه لصور الشباب المتوسط على هذه المداخلات القيمه والغنيه وعلى ارائكم وكذلك اراء الشباب خريجي برنامج صور الشباب المتوسط اللي غادي ناخذوها التوصيات والمخرجات ديال هذه الجلسه، واكيد غادي نمروها المعني بالامر الاصحاب المعني بالامر، واكيد غادي يتم التوثيق. وكذلك هذه الجلسه راه هي ديجا تم التسجيل ديالها وغادي يتم على البث المباشر قناه ديال صوت الشباب المتوسط على اليوتيوب. فكنهنيكم على هذا اللقاء الشيق جدا، وكنشكركم على جميع المداخلات والقيمه، وكنشكركم على الحضور معنا لهذه الساعه، اظن انها ساعتين يعني 8:30. فشكرا لكم بزاف، وشكرا على الوقت ديالكم وعلى مشاركتكم في هذا اللقاء، ورمضان كريم ان شاء الله عليكم، يدخل لكم الصحه والسلام. شكرا، شكرا جزيلا نزلان. شكرا العزيزه توريا وجميع الاصدقاء. مرحبا سيدتي رقية، رمضان كريم. رمضان كريم، رمضان كريم، أنتم ألف خير إن شاء الله. رمضان كريم للجميع، وشكراً على هذا اللقاء الممتع والمفيد صراحةً والغني، وأنا بدوري ممتن لمسيرة ولكل المساهمين والمساهمات في هذه العملية، وممتن لغزلان على الدعوة وكل الإخوة والأخوات سواء من داخل صوت الشباب أو من خارجه. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.